بوسانة، تقولي لنا ايه عن المشاهد اللي عندك في محطة فيينا المركزية للقطارات هاوبتنهوف؟ ايه الوضع عندك؟ طبعا ريم، مثل ما قلتي انا الان متواجده، او ربما ترينا خلفي الصوره من خلفي، امام محطه القطار المركزيه في فيينا. هذه المحطه تشهد من الداخل كثير من النزوح من المواطنين الاوكرانيين الهاربين منذ القصف الروسي الذي كان على اوكرانيا. كنت بالداخل منذ قليل وشاهدت الكثير من النازحين، وأخذت بعض صور الفيديو لكي نوضح كيفية وجود الكثير من النازحين الأوكرانيين، ربما مئات والآلاف الذين يتواجدون الآن داخل المحطة. يتوجه الكثير من الأوكرانيين إلى بعض الدول الأوروبية الذين يرون أنها تكون أكثر أمانا بالنسبة لهم. يوجد أيضا بالداخل منظمة كاريتاس التي تقدم الدعم للكثير من النازحين الأوكرانيين داخل المحطة، وتقدم لهم أيضا الكثير من المساعدات. نعم بوسعينة. طيب اللاجئين اللي عندك يمكن تكون اتكلمتي معاهم، وهم جايين يقيموا في النمسا؟ تعتبر المحطة دلوقتي بتشهد أو تعتبر نقطة ساخنة لتوجه كثير من النازحين الأوكرانيين، يتوجهون إلى دولة النمسا التي تعتبر فقط دولة عبور، إلى دولة عبور بالنسبة لهم لكثير. أو سجلت النمسا الآن حوالي 45 ألف نازح من أوكرانيا، 75 ل 80% منهم يتجهون إلى كثير من أو بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، حيث يتواجد كثير من المجتمعات الأوكرانية أكثر من النمسا. بثينة، طيب إيه هي شكل المساعدات اللي بيقوم بيها منظمة كاريتاس في فيينا؟ إيه هي شكل المساعدات اللي بيقدمها؟ طبعا بالداخل يوجد كثير من مترجمو كاريتاس بشكل اساسي لتوضيح الكثير من الامور للنازحين الاوكرانيين. يوجد ايضا تم انشاء قسم للطوارئ يضم حوالي 50 سرير للنازحين، 40 شخص فقط يتمتع او يستطيعون الاستفاده من هذا العرض كل ليله، اما الباقي بيقومون بالاقامه في بعض صالات الانتظار او ايضا النوم في صالات الانتظار. ايضا تقدم المنظمه كثير من الامدادات مثل الماء والمواد الغذائيه وبعض ايضا المواد الطبيه للاسعافات الاوليه. ايضا اشار الامين العام لمنظمه كاريتاس كلاوس جبرتنا أن هذه تعتبر أسوأ كارثة إنسانية حدثت منذ الحرب العالمية الثانية، ويتوقع أيضا أبعاد كثيرة لأعداد اللاجئين التي تتوجه إلى النمسا، ويتوقع أيضا أن النمسا لم تصبح بعد أيام قليلة كدولة عبور لهؤلاء النازحين. نعم بوسينا. طيب هل في عندك أي وجود للجالية الأوكرانية في المحطة؟ طبعا يوجد زي ما انا قلت من شويه، يوجد كثير من الاوكرانيين داخل المحطه يتجهون الى النمسا كدوله عبور. يعتبر ايضا كثير من الاوكرانيين يتجهون بشكل كبير جدا الى بولندا وسلوفاكيا والمجر وايضا مولدوفيا وموريتانيا، ولكن حتى الان احصت وكاله اللاجئين التابعه للولايات المتحده انه يوجد حوالي 2 مليون نازح توجهوا بالفعل خارج أوكرانيا إلى الدول التي تحدها لربما من الغرب أو الجنوب الغربي. يوجد الآن أو توجه كثير من النازحين إلى 50% منهم إلى بولندا والمجر، حوالي 116 ألف، و79 ألف منهم اتجهوا لمولدوفا، و71 ألف و200 اتجهوا لسلوفاكيا.
وطبعا يوجد الآن كثير من الأشخاص أو المرة في المحطة يتعاطفون مع هؤلاء المتضررين، يضعون الكثير من الأموال في صندوق التبرعات الخاص بالكاريتاس. وأيضا أشار من جانبه الأمين العام لمنظمة كاريتاس أنه يوجد كثير من المساعدات أو كثير من الأشخاص يصل لحوالي 10,000 نمساوي قدموا الدعم لهؤلاء الأشخاص المتضررين. وأشار أيضا أن هذه تعتبر كارثة، أكبر كارثة إنسانية حدثت بعد الحرب العالمية الثانية والحروب التي كانت أيضا في حروب البلقان في أوروبا. وأيضا أشار أن هذه الموجة الكبيرة من اللاجئين تخطت أعداد اللاجئين التي كانت في عام 2015 وأعداد اللاجئين السوريين التي لم تصل بعد أشهر، التي بالفعل وصلت بعد أشهر قليلة إلى هذا العدد، ولكن بالمقابل أعداد النازحين من أوكرانيا تخطت هذا العدد في ظل أسابيع قليلة جدا. شكرا ليكي بوسينا على هذه المداخلة والتغطية من محطة فيينا المركزية هاوبتنهوف. شكرا ليكي. شكرا ليكي. شكرا.